بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين المشاهدين، تحية طيبة. بعد أخوكم جمال باظفار يحييكم في مقطع جديد مقاطع تعلم مع جمال. أيضا في هذا المقطع راح نقيس ضغط وإمبير وحدة تبريد بغاز 410 في فصل الشتاء أو في هذا الطقس البارد. أيضا نفس أجهزة القياس اللي استخدمتها سابقا مقياس درجة الحرارة راح استخدمها هذه المرة. هذا المقياس معطيني 19 درجة، طبعا أنا حاليا فوق السطح، لذلك أعتقد أنها راح تكون أو راح يكون الجو بارد قليلا. هذا أيضا 19، وهذا أيضا تقريبا معطينا 19. تم قص الوحدة الخارجية، أيضا انخفضت درجة الحرارة، الحين وصلت تقريبا 16 في هذول الجهازين، هذا الجهاز 19 تقريبا. هذا مصر مواصفات، يمكنك الاطلاع على مواصفات هذا الجهاز. ضغط الغاز في حدود 180 PSI والجهاز طافي. اشتغل على امبير لحظي تقريبا حدود 100، وايضا امبير العمل بدا في حدود 40. الحين تقريبا ياخذ 6.7 امبير. ما كملنا حدود 10 دقائق، اقل من 5 دقائق، راح اخليه تقريبا حدود الحين 90 PSI، راح اخليه تقريبا 10 دقائق. وايضا اقيس برودة الهواء، طبعا هذه المرة معطيتني سرعة دوران 7.8 متر في سكند، ودرجة حرارة الهواء الخارج من الوحدة تقريبا حدود 22. ارتفع تقريبا 105 الحين. ضغط الغاز بدأ على 100، الحين ارتفع تقريبا وصل 105. ايضا هذه قراءات اقصى امبير وادنى امبير، الماكسيمم 34. طبعا هذا التشغيل الثاني، حاليا ياخذ 7. وبذلك نكون قد تعرفنا على ضغط غاز 410 في فصل الشتاء، وايضا ممكن لهذه الوحده او جنرال 2 طن استهلاك او امبير التشغيل اللي راح تشتغل عليه في فصل الشتاء. ايضا مثل ما ذكرت سابقا هذه الارقام راح تختلف ما بين فصل الشتاء وفصل الصيف. ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في ايصال هذه المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع جمال. شكرا جزيلا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.